السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض في محاضرة جديدة في مادة المحاسبة الحكومية والقومية. احنا المحاضرة اللي فاتت الحمد لله خلصنا الجزء الاول من المادة بتاعتنا اللي هو المحاسبة الحكومية. هنبدأ النهارده مع بعض ان شاء الله ناخد الجزء الثاني من المادة بتاعتنا اللي هو المحاسبة القومي. المحاضرة النهاردة عبارة عن تعريفات او تعريف المحاسبة القومية واهداف للمحاسبة القومية وبعض المفاهيم الخاصة المرتبطة بالمحاسبة القومي. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده مع بعض ونبدأ وناخد تعريف المحاسبة القومي. مفيش تعريف واحد اتفقوا عليه للمحاسبة القومية، تعريفات كتير وكل تعريف بيختلف حسب وجهة نظر الفريق اللي بيعرفها. المحاسبة القومية اولا ما بيهتمش بيها بس المحاسب، لا ده المحاسبة القومية بيهتم بيها الاقتصاديين والاحصائيين والمحاسبين، يعني بيهتم بيها كم فريق؟ ثلاثة. طب قبل ما اخد المفهوم كده بتاع المحاسبة القومية، احنا تعودنا ان كل فرع من فروع علم المحاسبة لما نيجي ندرسه نعرف الاول هو بتطبق فين، صح كده ولا كلامي غلط؟ بدأنا الاول خدنا مبادئ المحاسبة وقلنا بيتم تطبيقها في المنشآت الفردية اللي هي مملوكة لشخص واحد، ورجعنا خدنا المحاسبة في شركات الاشخاص قلنا بتطبق في الشركات المملوكة الأشخاص، خدنا محاسبة شركات الأموال وخدنا أنواعها المختلفة، وخدنا المحاسبة الحكومية اللي هي الجزء الأول من المادة بتاعتنا وقلنا بيتم تطبيقها في الجهات الحكومية الغير هادفة لمين؟ للربح، أو الجهاز الإداري لمين؟ للدولة. طيب أمال المحاسبة القومية بقى؟ هنا أنا بتكلم في المحاسبة القومية أنا بهتم بأرقام الدولة ككل. المحاسبة القومية بيتم تطبيقها على اقتصاد الدولة، على اقتصاد إيه؟ الدولة، يعني بتطبقش في شركة، لأ ده بتطبق على مين؟ على دول. تمام؟ يبقى أنا هنا بهتم بنتائج الدولة بتاعتي، باقتصاد الدولة، بإحصائيات الدولة، إزاي؟ هنشوف مع بعض. قلنا المحاسبة القومية ملهاش تعريف واحد، بيختلف تعريفها من حيث وجهة نظر الفريق اللي بيعرفها. قلنا عندنا المهتمين بالمحاسبة القومية الاقتصاديين والإحصائيين والمحاسبين. طيب الاقتصاديين بينظروا للمحاسبة القومية على إنها أداة لدراسة النشاط الاقتصادي لدولة معينة. يبقى هي الاقتصاديين قال لك المحاسبة القومية دي عبارة عن أداة لدراسة وعرض النشاط الاقتصادي في دولة معينة. تمام، يعني قال لك المحاسبة القومية مرتبطة بالاقتصاد. طيب بتوع الإحصاء قال لك إيه؟ قال لك هي وسيلة مفيدة. يعني إيه وسيلة مفيدة؟ بنستفيد بقى في إيه؟ بتقول لي تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المتعلقة بأوجه النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. تمام، يبقى فوق الاقتصاديين قالوا هي اداه لدراسه النشاط الاقتصادي، الاحصائيين قال لك وسيله مفيده لتجميع وتبويب وتلخيص البيانات المتعلقه باوجه النشاط الاقتصادي. طيب المحاسبين بقى قالوا ايه؟ لا المحاسبين قال لك انا بهتم بقياس الدخل القومي والثروه القوميه. يبقى نصب اهتمام المحاسبين على قياس حاجتين، الدخل القومي والثروة ايه؟ القومية. طيب ده كان قديما في البداية، طب ايه اللي حصل بعد كده؟ لا اتطور بقى وجهة النظر بتاعتهم وبدأ نبحث عشان نوصل لقياس وتحليل نتائج النشاط الاقتصادي. انا عاوز اعرف نتيجة النشاط الاقتصادي بتاع الدولة في انهي اتجاه، مش الدولة بس والقطاعات المختلفة داخل الدولة. تمام كده؟ طيب لحد دلوقتي احنا ما قلناش تعريفات، ببساطة مطالب منك تعريف واحد انا هقوله دلوقتي بناء على وجهات النظر الثلاثة. هناخد التعريف ده، هنقول المحاسبة القومية
هي أداة تقوم على مجموعة من المبادئ والمفاهيم الاقتصادية والمحاسبية، ومستعينة ببعض الوسائل الرياضية والإحصائية. شفت الجزء الأول من التعريف؟ خد كام حاجة مع بعض؟ أهي اقتصاد ومحاسبة وإحصاء. طيب جمع التلاتة مع بعض بهدف إيه؟ تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي القومي لمجتمع معين خلال فترة ايه معين. تمام كده؟ يبقى برضو نقول تاني، أداة تقوم على مجموعة من المبادئ والمفاهيم الاقتصادية والمحاسبية ومستعينة ببعض الوسائل الرياضية والإحصائية بهدف تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي القومي لمجتمع معين في فترة معينة. تمام كده؟ يبقى انا هدفي هقيس وحلل النشاط الاقتصادي لمين؟ للدولة، واعرض النتائج بتاعته. طيب كده هو ده المفهوم بس اللي انا طالبه منك للمحاسبة القومية. طيب هناخد ايه تاني؟ قلنا اهداف المحاسبة القومية. عندي 3 اهداف اساسية للمحاسبة القومية. عندي 3 أهداف أساسية للمحاسبة القومية. أول هدف اللي هو وصف وتصوير تدفقات النشاط الاقتصادي. وصف وتصوير تدفقات النشاط إيه؟ الاقتصادي. طيب تاني هدف قياس وتحليل النشاط الاقتصادي. تالت هدف تحليل وترشيد السياسات الاقتصادية. يعني أنا الأول هوصف وأصور شكل النشاط الاقتصادي، بعد كده أبدأ أقيسه وحلله. طيب بعد ما احلل النشاط الاقتصادي احلل بقى السياسات الاقتصادية اللي انا متبعها، واشوف انهي سياسة رشيدة تمشي مع اللي انا وصلت له فوق. طيب تعالوا كده ناخد اول هدف اللي هو وصف وتصوير تدفقات النشاط الاقتصادي. العمليات اللي بتتم في الاقتصاد زيها في الدولة هنشبهها ببساطة زي العمليات اللي بتتم في اي شركة. تمام؟ يبقى العمليات اللي بتتم في النشاط الاقتصادي او التدفقات النشاط الاقتصادي هنشبهها بالعمليات اللي بتتم في اي شركة. العمليات دي بنعمل فيها ايه؟ احنا بنتم تتبعها، وبنبدأ اول مرحلة بالنسبة لنا احنا كمحاسبين هي ايه؟ تسجيلها في دفتر اليومية عن طريق القيد المزدوج. صح؟ هو نفس الكلام، انا بحاول اتتبع الصفقات او التدفقات اللي بتتم في الاقتصاد وسجلها على اساس القيد المزدوج. بسجلها فين؟ في مجموعه من الحسابات. طيب عن طريق بقى الحسابات اللي انا سجلتها دي والقيود اقدر اعمل او اصور نتيجه النشاط الاقتصادي للدوله في الفتره اللي انا عديت عنها الحسابات دي، وممكن كمان اعرف المركز المالي للدوله. طيب الدولة هتستفاد ايه من ده؟ ايه مدى الاستفادة؟ ان انا العمليات التدفقات اللي بتتم في شكل صفقات اسجلها واعمل لها حسابات، ومن الحسابات دي اعمل حساب لنتيجة النشاط، واعمل قائمة مركز مالي او تصوير مركز مالي للاقتصاد ككل. المعلومات اللي انا بعملها دي في شكل حسابات وفي شكل قوائم بتساعد او بتبقى هي الركيزة الاساسية في التخطيط السليم. فين؟ في التخطيط السليم. يعني انا لما اجي اخطط لازم اخطط على اساس معلومات. هو اللي انا عملته فوق ده مش وفر للي بيخطط معلومات بتساعد على ترشيد السياسات الاقتصاديه لايه؟ للدوله. حتى كمان ما بتفيدش داخليا بس، لا ده بتفيد حتى في الخارج. اي حد عاوز يتعامل مع الدوله بيعرف الوضع الاقتصادي للدوله ايه. تمام كده؟ يبقى أول هدف عندي وصف وتصوير تدفقات النشاط مين؟ الاقتصادي. طيب الهدف الثاني، الهدف الثاني هيبقى قياس وتحليل النشاط الاقتصادي. قياس وتحليل النشاط الاقتصادي. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا قياس وتحليل النشاط الاقتصادي. هنقسم العنوان اللي معانا ده لجزئين، جزء نشاط وجزء ايه؟ تحليل. طيب
لو قلنا المحاسبة القومية أداة قياس للنشاط الاقتصادي، يعني إيه؟ يعني أنا بقيس متغيرات معينة زي إيه؟ زي حجم الدخل القومي خلال فترة معينة، ومصادر الحصول على الدخل، وكيفية توزيع الدخل ده. ركزوا بقى معايا، يبقى أنا عندي إزاي أقيس الدخل وأشوف مصادره إيه وإزاي أوزعه، بس كده؟ لأ، وحجم الناتج القومي، حجم الناتج القومي وكيفية توزيعه بين الاستهلاك والاستثمار. طيب ده بس؟ لأ، وحجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة لدى المجتمع ومدى استغلال المجتمع لهذه الطاقة. رابع حاجة، حجم التدفقات النقدية والائتمانية المتوفرة في المجتمع ومدى قياسها مع التدفقات العينية. خامس حاجة، حجم المدخرات القومية وكيفية الاستفادة منها. من الجزئية دي أنا يهمني 3 مفاهيم معينة لازم نعرفهم كويس جدا. إيه هما؟ عاوز أعرف الدخل الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي. كم حاجة؟ 3، الدخل والناتج والإنفاق. تمام كده؟ يبقى لازم ال3 حاجات دول أعرفهم كويس. طيب المحاسبة القومية أداة لتحليل النشاط الاقتصادي. ببساطة كده، هو أنا عشان أحلل مش لازم يبقى في عندي معلومات عشان أحلل على أساسها؟ طيب أنا وفرت فوق معلومات لما قست، هو أنا لما أقيس ظاهرة أو أقيس حجم النشاط ويبقى عندي موجود، أقدر أحلل عن طريق القياس ده وأعرف العلاقات اللي موجودة والعلاقات بين الأنشطة الإنتاجية عشان أعمل تصور للي جاي، عشان أقدر أتنبأ باللي جاي. تمام كده؟ تعالوا بقى نروح للمهم اللي معانا، اللي هو المفاهيم الاقتصادية الأساسية للمحاسبة القومية، اللي هم الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي. دول ال3 متغيرات الأساسية اللي مرتبطين بالمحاسبة القومي. نبدأ مع بعض كده وناخد الناتج القومي. الناتج إيه؟ القومي. ببساطة الناتج القومي هو كل ما ينتج من تفاعل عوامل الإنتاج خلال فترة معينة من سلع أو خدمات. يبقى كل ما يتم إنتاجه من تفاعل عوامل الإنتاج خلال إيه؟ خلال فترة معينة، سواء بقى سلعة أو خدمة، يعني مش سلعة بس، لأ ده سلع وإيه؟ وخدمات. أو في تعريف تاني بيقول إيه؟ أو هو ما ينشأ عن تفاعل عوامل الإنتاج من منافع جديدة أو زيادة المنافع القائمة. هو نفس التعريف اللي فوق. عوامل الإنتاج عندي بقى اللي هي إيه؟ تمام كده؟ الإنتاج هنأجلها دلوقتي. تمام، هناخدها لما نوصل للدخل. ماشي، بس خلينا، انا عارف ان انتوا خدتوها اصلا في مادة الاقتصاد، بس الاول خلينا في اللي احنا بنتكلم فين، في الناتج. المفهوم اللي قدامنا ده مفهوم شامل، بنقول عليه المفهوم الشامل. ليه؟ شوف احنا قلنا فوق ايه؟ كل ما ينتج عن تفاعل عوامل الانتاج. كلمة كل دي يعني بتشمل كل حاجة. طيب من المفهوم ده ظهر عندي مفهومين تانيين او منهجين تانيين، منهج اسمه منهج الانتاج المادي، ومنهج تاني اسمه منهج الانتاج السوقي. منهج الانتاج المادي ومنهج الانتاج ايه؟ السوقي. امال اللي فوق ده اسمه ايه؟ لا، اسمه المفهوم الشامل. مفهوم الناتج المادي عبارة عن ايه؟ يتحدد بإجمالي السلع المادية. السلع ايه؟ المادية. يعني ايه سلع مادية؟ يعني حاجة اقدر امسكها في ايدي. السلع المادية، السلع الملموسة، بالاضافة الى الخدمات الانتاجية اللازمة لانتاج تلك السلع. بقول لي هنا السلع المادية بس، يعني ايه مادية؟ قلنا يعني حاجة ملموسة اقدر امسكها في ايدي، بالاضافة الى الخدمات اللي بتؤدي الى انتاج تلك السلع. الخدمات الأخرى
وضعها ايه؟ لو مش مرتبطة بإنتاج السلع المادية مش معانا من ضمن الناتج المادي. زي ايه؟ خدمات نقل الركاب، لا مش معانا. طب الإسكان مش معانا، الترفيه مش معانا، النظافة مش معانا، الصحة مش معانا، العلاج مش معانا، خدمات الإدارة الحكومية مش معانا، خدمات البحث العلمي مش معانا، خدمات الأمن مش معانا، خدمات البنوك، كلها ما بتتحسبش ضمن الناتج المادي، لكن كل دول بيتحاسبوا في النهج الإنتاجي ايه الشامل اللي فوق. تمام كده؟ طيب ده الناتج المادي. طب امال التاني، المنهج التاني اسمه ايه بقى؟ اسمه منهج الناتج السوقي. منهج الناتج ايه؟ السوقي. ده بقول لك لا بقى، ده سواء بقى سلعة او خدمة حتى لو مش مرتبطين ببعض، بس حط شرط، قال ايه؟ انه يكون بتتعامل بقى في السوق، نزلت السوق تم التعامل عليها، يبقى نقول منهج الناتج السوقي. بنقول يتحدد الناتج القومي طبقا له بإجمالي قيمة السلع والخدمات التي تتم التعامل بقى فيها فين؟ في السوق. يبقى حط لها شرط ان لازم السلع والخدمات دي تكون موجودة فين؟ في السوق. طيب الخدمات اللي بتؤدى في محيط الأسرة، الخدمات اللي بتؤدى في محيط الأسرة، الزوجة اللي بتخدم زوجها وأولادها، تمام؟ لو احنا افترضنا اللي الزوج جاب واحدة اشتغلت عنده وقامت بدور الزوجة مقابل أجر، ركزوا معايا، الست اللي خدت أجر دي ده من ضمن الناتج القومي، تمام كده؟ طيب لو الست او الزوجة هي اللي قامت بالدور هتاخد فلوس؟ لا ما بتاخدش ايه؟ فلوس. احنا بقى بنحسب لها مقابل اداء الخدمة، ده الناتج الشامل فوق اللي احنا قلناه في الاول، بنحسب لها كأنها لها اجر من ضمن الناتج القومي. طيب هي هنا نزلت السوق خدت فلوس فعلا؟ لا، فطبقا للناتج السوقي ما بتعترفش بها، يبقى الخدمات اللي تؤدي في محيط الأسرة ما بيتمش اعتراف بيها من ضمن الناتج السوقي. طيب الخدمات اللي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطنين مثل الأمن والدفاع والقضاء، دول برضو موش في السوق، مفيش بيع وشراء، صح ولا أنا غلطان؟ الإنتاج الضمني، يعني إيه كلمة إنتاج ضمني؟ أنا فلاح وبزرع أرضي قمح، طلعت مثلا 1000 كيلو، نزلت السوق 500 وسبت 500 لأكلي. طبقا للناتج السوقي الناتج القومي هنا 500 كيلو بس. طب والناتج الشامل؟ لا، الألف على بعض. يبقى أنا مدام ما نزلوش السوق ما بيتمش الاعتراف إيه بيهم، تمام كده؟ طيب عندنا كمان مفاهيم مرتبطة بالناتج القومي، في مفهومين مهمين أوي لازم نعرفهم. معروف مفهوم الناتج الوسيط والناتج النهائي، الناتج الوسيط والناتج ايه؟ النهائي. انا لو جيت قلت شركة، او تعالوا نقول مثال تاني ابسط شوية، فلاح زرع قطن طلع له قطن ب100,000 جنيه، تمام كده؟ القطن ده اشتراه مصنع غزل وعمله غزل وباعه ب200,000 جنيه. نركز كده، هكتب الأرقام معاكم أهو. الفلاح زرع قطن طلع بكام؟ ب100,000 جنيه. شركة الغزل خدته واشتغلت عليه وباعت الغزل بكام؟ ب200,000 جنيه. جت شركة الغزل اديته لشركة نسيج عملته منسوجات بربع وباعته ب400,000 جنيه. ركز بقى مع بعض، لما اجي اقول لك الناتج القومي هو مجموع كل ما يتم انتاجه داخل الدولة، اما اجي اقول لك الناتج القومي هنا كام هتقول لي كام؟ 700,000 جنيه. 100,000 فلاح،
ميتين ألف الغزل، 400,000 نسيج. نركز بقى، قلنا كام؟ 700,000. طيب الكلام ده صح، أقدر أقول الناتج القومي هنا 700,000. الكلام ده يبقى حصل فيه ازدواج. الكلام ده غلط. ليه؟ الفلاح ماشي طلع ب100,000، مفيش قبله حاجة، يبقى أضاف للناتج القومي ما قيمته 100,000 جنيه. طب وشركة الغزل باعت بكام؟ ب200، بس كانت دافعة كام؟ 100. يبقى كل اللي كسبته كام؟ 100,000. يبقى هي ضافت للاقتصاد القومي ما قيمته كام؟ 100. طيب النسيج، ده النسيج هنا باع ب400 بس كان دافع كام؟ 200. يعني برضه هنا كام؟ 200. لو جيت اقيس بقى الناتج القومي هنا هلاقي 100 100 200، كام؟ 400,000 جنيه. يعني الناتج القومي اصلا المفروض يبقى كام؟ 400,000 جنيه. لما انا قلت اللي هو 700 كان ده ايه؟ غلط. ليه؟ لان حصل عندي ازدواج. هنا بقى يظهر مفهومين مهمين قوي، مفهوم اسمه الناتج الوسيط ومفهوم اسمه الناتج النهائي. يعني ايه الناتج الوسيط؟ الناتج الوسيط ببساطة هو عبارة عن السلع والخدمات التي تستخدم في انتاج غيرها من الخدمات، اي بالسلع او الخدمات. تمام كده؟ هو الناتج الوسيط عبارة عن مستلزمات انتاج. هنا القطن كان ناتج وسيط، الغزل كان ناتج وسيط. طيب امال ايه الناتج النهائي؟ لا، الناتج النهائي عبارة عن السلع والخدمات الناتجة والتي لا تستخدم في انتاج غيرها من السلع وايه؟ والخدمات، ولكنها تستخدم في الاستهلاك النهائي لافراد المجتمع، او تضاف الى الثروة القومية لمين؟ للمجتمع. تمام كده؟ طيب تعالوا كده مع بعض نشوف المثال اللي معانا ده، نفس فكرة القطن برضو بس على القمح. تعالوا نشوف كده، بيقول لنا ايه؟ هو جايب لنا هنا حالة حاصلة وطالب مننا نقيس الناتج القومي. نقيس الناتج ايه؟ القومي. طيب ببساطة نشوف، فرض ان اجمالي المبيعات من الخبز التي تنتجه شركة الاسكندرية للمخابز الآلية خلال العام بلغت 1,000,000 جنيه. يبقى اهو مخابز 1,000,000 جنيه، وبلغت قيمة مشتريات هذه الشركة من الدقيق خلال العام 500,000 جنيه. اهي تمام، وهي قيمة انتاج احد المطاحن. هنا مطاحن، وقد استخدمت كلها في الانتاج. تمام، هذه الكمية من الدقيق احتاج المطحن لانتاجها كمية من القمح اشتراها من المزارعين بمبلغ 250,000 جنيه. اهو يبقى انا عندي 250,000 جنيه اشترى بهم من مين؟ من المزارع. تعالوا بقى نشوفها كده، نعكس نقرأ الجملة بس من تحت لفوق. فلاح باع قمح بكام؟ ب250,000. باعه لمين؟ باعه للمطحن. المطحن طحنه وبقى دقيق، باعه بكام؟ ب500,000. الدقيق اتباع للمخابز، المخابز عملته مخبوزات بكام؟ ب1,000,000 جنيه. مطلوب مني ان انا اقيس الناتج القومي. طيب لو انا فكرت ان انا اقيس الناتج القومي بمجموع التلاتة اقول لك ايه؟ اقول لك معلش انت حمار كده غلط. امال اقيسه ازاي؟ عندي طريقتين للقياس، عندي طريقتين لايه؟ للقياس. طريقة اسمها طريقة القيمة المضافة، وطريقة اسمها طريقة الناتج النهائي. طريقة القيمة المضافة وطريقة الناتج النهائي. طريقة الناتج النهائي اللي هو بيقول لك نتيجة آخر مرحلة في السلسلة بتاعتنا. نتيجة آخر إيه؟ مرحلة. آخر مرحلة كانت هنا مين؟ المزارع ولا المطاحن ولا المخابز؟ صح، المخابز. طب المخابز باعت بكام؟ ب1,000,000. يبقى اما اجي اقول لك الناتج النهائي قيمته كام؟ 1,000,000. اهي. طيب امال بقى لو جيت بالقيمه المضافه
القيمة المضافة ببساطة أشوف هو اشترى بكام وباع بكام والفرق ما بينهم كام. نركز، باع بكام وكان شاري بكام والفرق ما بينهم كام. الفرق ما بينهم ده اللي هو القيمة المضافة. طب تعالوا كده، الفلاح كان قبله حاجة، كان قبله صفر في السلسلة بتاعتنا، يبقى الفلاح ضاف كام؟ 250 ناقص صفر 250 ألف، زائد المطاحن بعت بكام؟ بعت ب 500، لكن كانت دافعة كام؟ 250. يبقى هي ضافت كام؟ 250. 250 التانية دي جت منين؟ اللي هي باعت ب 500 وكانت شارية بكام؟ ب 250. تعالوا بقى للمخابز، المخابز باعت ب 1000 بس كانت شارية بكام؟ ب 500. يبقى 1000 ناقص مليون ناقص 500 يبقى عندي كام؟ 500 ألف. لو جمعناهم 1,000,000 جنيه. يبقى الناتج القومي سواء قسته بالقيمة المضافة أو بالناتج النهائي لازم الاتنين يطلعوا متساويين أهو، زي ما احنا شايفين كده. ادي طريقة الناتج النهائي اللي هي 1,000,000 اللي باعت بمين؟ المخابز. طب طريقة القيمة المضافة اهي، قيمة القمح، القيمة المضافة في المطحن زائد القيمة المضافة فين؟ في المخابز. الفلاح باع ب 250، هنا باع ب 500 بس كان دافع كام؟ 250. هنا باع ب 1,000,000 بس كان بايع كام؟ بس كان شارب كام؟ ب 500. 250 و250 و500 مجموعهم كام؟ 1,000,000 جنيه. تمام كده؟ كده يبقى احنا خلصنا الناتج القومي. لا معلش، هندخل تاني تعريفين تانيين، الناتج السوقي والناتج غير السوقي. ببساطة عشان ما نلفش وندور كتير، الناتج السوقي ببساطة هو كل ما يتم تداوله في الأسواق. الناتج السوقي هو كل ما يتم تداوله فين؟ في الأسواق. طب الناتج غير السوقي أو الضمني لا يكون محلا للتبادل فين؟ في الأسواق. تمام كده؟ يبقى الناتج غير السوقي أو الضمني لا يكون محل تبادل فين؟ في الأسواق، اللي احنا بنستهلكه. احنا لسه قلنا على فكرة من قدام من شوية، اللي هو زي خدمات رباط البيوت، وزي ما قلت لكم القمح اللي استهلكه الفلاح والخدمات الحكومية وغيرها. تمام كده؟ تعالوا بقى ناخد الناتج المحلي والناتج القومي. الناتج المحلي والناتج القومي، بصوا بقى، دي الدولة بتاعتي ايه؟ كل ما هيتم إنتاجه داخل الدولة، أهو داخل الدولة بقول عليه ناتج إيه؟ محلي. كل ما يتم إنتاجه داخل الدولة بقول عليه ناتج إيه؟ محلي. طب نقول التعريف الناتج المحلي كده، نقول هو قيمة السلع والخدمات التي تنتج محليا داخل إيه؟ الدولة، بغض النظر عن جنسية عوامل الإنتاج المشاركة في تحقيق هذا الناتج. يعني ايه؟ يعني سواء بقى اللي عامل المصلحة دي في مصر سواء مصري مش مصري، اهم حاجة تمت فين؟ داخل حدود الدولة. ده بقول على الناتج ايه؟ المحلي، يعني حاجة حصلت ايه عندي. امال ايه الناتج القومي بقى؟ لا، ده الناتج القومي هو نتيجة النشاط الانتاجي لعوامل الانتاج الوطنية بصرف النظر عن الحدود الاقليمية. في المحلي كنت انا بقول بصرف النظر عن جنسية اللي قايم بالنشاط، اهم حاجة تبقى داخل الحدود، صح؟ طب القومي لا، اهم حاجة عندي الجنسية. طيب بصرف النظر عن ايه؟ عن الحدود. يبقى تاني، الناتج المحلي هو قيمة السلع والخدمات اللي تنتج محليا داخل الدولة بصرف النظر عن جنسية عوامل الإنتاج. أمال الناتج القومي؟ لأ، ده ما يتم إنتاجه بعوامل إنتاج وطنية بصرف النظر عن الحدود مين؟ الإقليمية. تمام كده؟ طيب ممكن نقول الناتج القومي بيساوي الناتج المحلي زائد دخل عوامل الإنتاج من الخارج ناقص دخل عوامل الإنتاج إلى إيه؟ الخارج. يعني إيه دخل عوامل الإنتاج من الخارج؟ المصريين اللي داخلين عندي.
طب والتانيين لا، الاجانب اللي هياخدوا فلوسهم ويروحوا ايه بلدهم. طيب طرق قياس الناتج القومي ده ان شاء الله هنوفر لها محاضرة قادم. يبقى الجزئية اللي هي قياس طرق قياس الناتج القومي ده ان شاء الله هيبقى المحاضرة القادمة. لكن النهاردة خلينا في ايه، في الجزء النظري. احنا عرفنا الناتج القومي، تعالوا بقى مع بعض نعرف الدخل القومي، المفهوم التاني اللي احنا قلنا لازم نهتم بيه اللي هو الدخل القومي. الدخل القومي يتمثل في مجموع الدخول التي يحصل عليها اصحاب عوامل الانتاج نظير مساهمتهم في تحقيق الناتج القومي. ايه هي بقى عوائد عوامل الانتاج اللي احنا لسه بنتكلم عليها؟ نبص كده مع بعض اهي، عوائد عوامل الانتاج اللي هي ايه؟ الاجور والمرتبات والمكافآت، الايجارات، الفوائد والارباح. طب ايه هي عوامل الانتاج؟ مش احنا قلنا العمل والارض ورأس المال، فاكرينها خطها في الاقتصاد. يمكن تقسيم عوائد عوامل الانتاج لنوعين، عائد العمل يعني ما ينتج عن العمل، او عائد الملكية او ما ينتج عن حاجة ملكي انا بستخدمها في الانتاج. طيب يعني ايه عائد العمل؟ اللي هي الاجور والمرتبات والمكافآت. انا كل ما هشتغل هاخد اجر، هاخد مرتب، هاخد مكافأة. طيب امال عائد الملكية اللي هو ايه؟ عائد الملكية اللي هي الايجارات لو انا عندي حاجة بأجرها، الفوائد لو انا عاطي قروض، والارباح لو انا عندي رأس مال بستثمره بيدي لي عليه ايه؟ ارباح. تمام كده؟ يبقى يمكن تصنيف الدخول الى نوعين، عائد عمل وعائد ايه؟ ملكي. تعالوا ناخد المفاهيم المرتبطة بالدخل القومي. عندي مفهومين مهمين قوي لازم افهمهم كويس، الدخل القومي والدخل الاقليمي او المحلي. قريبين قوي من الناتج المحلي والناتج القومي. طيب الدخل المحلي هو ايه؟ مجموع العوائد التي تستحق لعوامل الانتاج اللي تستخدم الوحدات الانتاجيه المحليه، سواء بقى كانوا مصريين او ايه؟ اجانب. يبقى الدخل المحلي العوائد المستحقه لعوامل الانتاج داخل البلد، داخل مصر عندي، سواء بقى اصحابها مصريين او غير ايه؟ مصريين. بقول على دخل ايه؟ محلي، لازم الحدود بتاعتي تحكمني. طب الدخل القومي؟ لا، الدخل القومي يتمثل في مجموع العوائد المستحقة لأصحاب عوامل الإنتاج المقيمين داخل الوطن مقابل مساهمتها في نشاط الإنتاج داخل أو خارج إيه؟ الوطن. يعني إيه؟ طب نركز بقى، إزاي قلت المقيمين وقلت داخل أو خارج الوطن؟ المقيمين معناها اللي هم المصريين، الشخص اللي معاه جنسية الدولة. تمام كده؟ طيب الدخل القومي بيساوي الدخل المحلي زائد او ناقص صافي التدفقات الداخليه من والى الخارج. يعني ايه؟ يعني هجمع عليها اللي المصريين هيجيبوه من بره وهطرح منها اللي الاجانب هيودوه لبلده. تمام كده؟ يبقى احنا ده الدخل المحلي وده الدخل الايه؟ القومي. سؤال كده بسيط نركز معاه ونقول عليه كده هام جدا، متى يكون الدخل القومي مساويا للدخل المحلي؟ يحصل ده في حالتين اتنين. الحالة الأولانية لو كان الفلوس اللي جاية من بره، المصريين جايبينها من بره مثلا 100,000 واللي طلع من عندي 100,000، الفرق ما بينهم كام؟ صفر. إذا كانت تدفقات الدخل من وإلى الخارج مساوية لإيه؟ للصفر. يعني إيه؟ اللي دخله بيساوي اللي خرج، يبقى ما فيش فرق، الفرق صفر. أو في الاقتصاد المغلق. يعني إيه اقتصاد مغلق؟ ان انا دولة مغلقة على نفسي، لا بطلع ولادي يشتغلوا بره ولا بجيب حد من بره يشتغل عندي. تمام كده؟ اقتصاد مغلق، قافل عليا بابي، ولادي عندي وولادكوا عندكم. تمام كده؟ يبقى ده عندما يكون الدخل القومي مساويا للدخل الايه؟ المحلي. تعالوا بقى للمفهوم الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا هو ده بعد الناتج القومي والدخل القومي، اللي هو الانفاق القومي. انا لما بوصل للناتج النهائي من السلع والخدمات قلنا هو ايه؟ الناتج القومي. تمام كده؟
الناتج القومي ده بيتم استهلاكه في إشباع الحاجات الجارية للأفراد. يعني إيه حاجات جارية؟ يعني حاجات مستمرة، تمام كده؟ لو أنا استخدمته في إشباع الحاجات الجارية للأفراد بقول عليه استهلاك. الاستهلاك بتاعنا من المأكل والمشرب كل يوم، حاجة جارية مستمرة. طيب، أو إن أنا أجيب جزء كده أضيفه للثروة بتاعتي أو أخده على جنب أو أستثمره، بيضيف طاقة جديدة، بنقول عليه إيه؟ الاستثمار. آه، يبقى الناتج النهائي بتاعي بينقسم لجزئين، الاستهلاك والاستثمار. قسم لكام جزء؟ استهلاك أو استثمار. ما هو أنت صحيح إن مواجه أسألك أنت هتستثمر فلوسك ولا هتصرفها؟ تمام؟ يبقى أنت تقول لأ، ده أنا هصرف جزء وعين إيه؟ جزء. يبقى أنا عندي الاستهلاك وإيه؟ والاستثمار. يبقى إحنا قلنا أهو الناتج القومي بيساوي الدخل القومي. أنت عارفين الأولانيين. طيب، الناتج القومي يا إما يروح في شكل استهلاك أو في شكل إيه؟ استثمار. يبقى الناتج القومي يا إما يروح في شكل استهلاك أو في شكل إيه؟ استثمار. طيب، الدخل القومي نفس الكلام، يا إما يبقى منه إنفاق استهلاكي أو إدخار. آه، يبقى هنا الاستثمار بيساوي إيه؟ الإدخار. الاستثمار بيساوي الإدخار. ما هو خدوا بالك، ده الفلوس اللي هو الدخل، ودي الإنتاج. ما هي الفلوس دي لازم تساوي الإنتاج بتاعي، تمام؟ الفلوس دي يا إما أنفقها استهلاكي على الحاجات الجارية، بقول عليها هنا إيه؟ استهلاك. أو أحتفظ بيها، يعني أستثمرها. ما أنا حتى لو حطيت الفلوس في البنك، البنك بيعمل فيها إيه؟ بيستثمرها، بيبقى في استثمار. يبقى أنا عندي الاستثمار بيساوي الإيه؟ الإدخار، تمام كده؟ يبقى الفلوس اللي أنا بدخرها حتى لما بعينها في البنك، البنك بيعمل فيها إيه؟ ما هو بيستثمرها. أمال بيديني فوائد منين؟ هو يفضل عينها في الخزنة ويجي يديني فوائد كده من عنده؟ لا طبعا، بياخد الفلوس دي يستثمرها، بيحقق ارباح، بيديني جزء من الارباح وهو بياخد الجزء الباقي، تمام كده؟ وعلى كده بقى اقدر اقول ان الانفاق القومي يتكون من جزئين، انفاق استهلاكي وانفاق استثماري. ايه هو الانفاق الاستهلاكي؟ الانفاق الاستهلاكي ببساطة اللي بيتم استخدامه لاشباع الحاجات الجارية للافراد. طيب يعني ايه؟ انا النهارده عاوز افطر واتغدى واتعشى، عاوز اشرب، عاوز انزل اتفسح، عاوز اعمل اي فلوس انا بدفعها للحاجات الجاريه اللي بشكل يومي بقول عليها ايه؟ انفاق استهلاكي، تمام كده؟ طيب، حتى الانفاق الحكومي، الانفاق الحكومي اللي بيتقدم للخدمات العامه والجاريه نفس الكلام، بيبقى برضو انفاق استهلاكي، تمام كده؟ طيب، امال النوع التاني؟ لا، ده الانفاق الاستثماري. الانفاق الاستثماري عبارة عن ايه؟ الجزء اللي انا بقى ايه، زي ما احنا بنقول كده باللغة بتاعتنا، بعينه تحت البلاطة، ما بشتربوش حاجة، بعينه في جنب، اللي انا بدخره. وقلنا الادخار اللي هو ايه؟ بيساوي الاستثمار. عندي نوعين برضه من الانفاق، حاجة اسمها انفاق قومي وانفاق اقليمي. انفاق قومي وانفاق ايه؟ اقليمي. ببساطة عشان ما تتلخبطوش، اي حاجة محلي او اقليمي داخل حدود الدولة بصرف النظر عن جنسية عامل الانتاج او الجنسية مين اللي بقوم بيها. يبقى اي حاجة اقليمي يعني داخلي، داخل الدولة بتاعتي، داخل مصر، حدودي، مين اللي بقوم بها جوه متفرقش معايا. طب قومي؟ لا، لازم يقوم بيها شخص مصري، شخص وطني. يعني ايه وطني؟ جنسيته تبع الدولة، سواء بقى قام بيها في مصر او خارج ايه؟ مصر. طب الفرق ما بين الاتنين ايه؟ المحلي عشان اوصل للقومي اي حد ما هوش مصري ياخد فلوسه ويمشي. طيب، واي حد مصري كان بره هيجيب فلوسه ويجي. يبقى الفرق ما بين الاستثمار الاجنبي، صافي الاستثمار الأجنبي. وبكده نكون خلصنا مع بعض المحاضرة بتاعت النهاردة، هي كانت طويلة معلش شوية،
وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ في الجزء العملي، طرق قياس الناتج القومي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.